انا كديمقراطي وكمدني اللي ما احسب على امريكا ولا منذ يوم ما ايدي على امريكا انها بتعطي فلس احمر ولا دعم امريكا اقبل به زين. انا جاي انافس ويا نفوذ سلطه وسلاح. اذا صراع الديمقراطيه في العراق بالنسبه للديمقراطيين هو لا زال يبحث عن ذاته، لا زال يحتاج الى ناقل هذا الصوت وناقل المعلومه مثل الامم المتحده حتى في سبيل يقول يا بتر احنا شنو اللي جاي يصير بينا؟ دكتاتوريات مستمره، السلاح مستمر، غيره. احنا العراق ترى قبل يومين انتم مو حوادث في بغداد، تفجيرات على شركات في ظل هاي السلطه والحكومه. اذا لا زال الوضع حش. اذا تصير مشكله تتعلق بالاقليم، تتعلق مشكله خارجيه اقليميه، العراق واحد يظل يناوش الله صواريخ، هذا المكان يطلق صاروخ، هذا يطلق صاروخ. اذا احنا وضعنا غير مستقر. اما عمليه نقول احنا اكو استقرار، هذا هاي تعيشون العالم بوهم استقرار. ماكو شيء اسمه استقرار، اكو وهم استقرار.